بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لجمهورية مصر العربية الشقيقة، أصحاب المعالي والسعادة والفضيلة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، إنه لشرف عظيم لي في البداية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية الشقيقة رئيساً وحكومةً وشعباً على ما لمسناه من كرم الضيافة وحسن الاستقبال منذ وصولنا إلى هذه الأرض، أرض الكنانة الكريمة، بلادنا الثاني. الحوار في الإسلام رقي وتسامح واحترام متبادل، كل من يقف على آداب الإسلام وأخلاقياته في الحوار يدرك أن ديننا العظيم يرتقي بآداب الحوار بين الناس، حيث يعلمنا كيف نتحاور بآداب وكيف نختلف من دون شجار وكيف نتجنب النزاع الذي ينتهي بنا إلى إفساد علاقات المودة والرحمة وإهدار فرصة التواصل والاتفاق على ما يحقق مصالح الدين والوطن. قال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. والإسلام يرفض ما نشاهده كل يوم في حياتنا العامة من مشاجرات مصحوبة بانفعالات ممزوجة بكلمات وأوصاف قاسية وأحياناً خارجة عن حدود الأداب واللياقة، كما نرى في حوارات بعض الباحثين في المؤتمرات والندوات، حيث نسمع عبارات لا تليق بالعلماء والمفكرين والباحثين. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. والقرآن يعلمنا أن الاختلاف بين الناس لا ينبغي أبداً أن يكون منطلقاً للصراع، بل يجب أن يكون هذا الاختلاف وذاك النوع دافعاً إلى التعارف والتآلف بين الناس من أجل تحقيق ما يصبون إليه من تبادل للمنافع. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وكل من يتدبر نصوص القرآن الكريم التي تتناول آداب الحوار يجد أنها ترسم لوحة جميلة للحوار بين الأمم وشعوب الأرض، وليس بين المسلمين وحدهم، فالناس جميعا تربطهم علاقة أخوية في الإنسانية. وهذا يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائلا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا. وإذا كان هذا هو شأن العلاقة بين الأمم والشعوب المختلفة في العقيدة والتي قد تتصادم مصالحها، فما بالنا بالعلاقة بين المسلمين الذين أمرهم قرآنهم بالحوار والتفاهم والتلاقي والتعاون والتضامن والاعتصام بحبل الله المتين. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وأول ما حث عليه الإسلام من قضية آداب الحوار الحرص على أن يكون الحوار بين الطرفين أو الأطراف المتعددة موضوعياً عقلانياً راقياً،
ولن يتحقق ذلك على أرض الواقع إلا إذا كان هناك احترام متبادل بين المتحاورين، فالخلاف في الرأي وفي الفكر وفي الاعتقاد لا يجوز أن يفسد فيما بيننا، ولا يجوز أن يفسد بين ما بين الناس من علاقات تعاون ومشاعر مودة ومحبة والروابط وصلات. ولذلك شاعت على الألسنة عبارة مشهورة: الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. وعلى الجميع أن يتذكر قول الإمام الشافعي رحمة الله عليه: رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. هذه عبارة مشهورة. إن واجب العلماء والمفكرين ودعاة الإسلام أن يكونوا قدوة ومثلا في الحوار، وأن يعلموا الأجيال الجديدة كيف تتحاور من دون شجار، وكيف تختلف في آثار آداب الإسلام، وكيف تختلف في آدار في إدار أدب الإسلام وأخلاقياته الرفيعة، وأن يرفضوا المشاهد المؤسفة لحوار بعض المثقفين والمفكرين حيث يمارسون جدلا عظيما في حواراتهم ومناقشاتهم. ما أحوج المسلمين اليوم إلى التأدب بآداب الإسلام في الحوار، فيما بينهم ومع غيرهم، ليقضوا على ما بينهم من نزاعات ويحققوا التفاوت والتقارب والتفاهم بينهم، ويثروا حياتهم الفكرية والسياسية، ويسهموا في حل مشاكلاتهم الاجتماعية والاقتصادية. وأخيرا نشكركم شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة لي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.